أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن الفلسطيني طارق عودة يوسف معالي ذي 42 عاما بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليه في جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غربي رام الله. وأظهرت مقاطع فيديو من كاميرا مراقبة نشرتها مواقع إسرائيلية استشهاد معالي بعد إطلاق المستوطن الرصاص عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله. وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 18 شهيدا بينهم 4 أطفال. ومن رام الله ينضم إلينا مراسلنا فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، ماذا في تفاصيل عملية استشهاد الفلسطيني طارق عودة؟ التفاصيل فقط يملكها الجانب الإسرائيلي أو الإعلام العبري الذي قال إن هذا الشاب وهو طارق معالي الذي وصل إلى هذه النقطة. نحن الآن في منطقة جبل الريسان، هذا الجبل سيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيطر عليه أحد المستوطنين الإسرائيليين كذلك في هذا الموقع، وهو يقع ما بين بلدة كفر نعمة وكذلك أيضا رأس كركر في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رام الله. هذا الجبل الذي هو الآن يمنع على الفلسطينيين دخوله، نلاحظ هنا تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال الذين يغلقون هذا الطريق في هذا الموقع. طبعا يبدو أن ما تحدث به الإعلام العبري أن هذا الشاب وهو طارق معالي البالغ من العمر 42 عاما وهو من منطقة كفر نعمة قد وصل إلى هذا الموقع، ويدعي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أقدم على محاولة تنفيذ عملية طعن عندما وصل إلى هذه النقطة. جيش الاحتلال هنا بعد أن قام بإطلاق الرصاص عليه، وعلى الأغلب أيضا أن إطلاق الرصاص عليه تم من قبل أحد المستوطنين كما يظهر في مقاطع مصورة نشرها جيش الاحتلال والإعلام العبري في هذا السياق، الفلسطينيون لا يملكون أي معلومة ما الذي حصل في الدقائق الأخيرة مع هذا الشاب. ولكن قبل قليل كان هناك مسعف تحدثنا معه، كان قد وصل وهو من أحد الإسعافات الفلسطينية، وصل إلى هذا الموقع، منع من الاقتراب من هذا الشاب، قال لنا أن هذا الشاب وجد ملقا على الأرض وحوله كان مجموعة من جنود جيش الاحتلال وكذلك المسعفين الإسرائيليين وأيضا مجموعة من المستوطنين، منع أن يصل إلى هذا الموقع. وبطبيعة الحال لغاية اللحظة جثة وجثمان هذا الشاب ما زالت محتجزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبدو هنا أن جيش الاحتلال الآن وصل إلى هذه الصور الآن التي تردنا، على الأغلب أنه محتمل أن يكون كما نلاحظ في هذه الصورة بالمركبة الصفراء، هي مركبة إسعاف إسرائيلية. نلاحظ هنا على الأغلب أن جثة الشاب أو جثمانه قد يكون هنا، خاصة مع وصول أيضا مركبة إسعاف فلسطينية هي الآن متواجدة خلف هذه الكاميرا. سنلاحظ الآن إذا ما كان سيتم تسليم الجثمان أم لا، على الأغلب لا ندري هذه المعلومات لغاية اللحظة. نعم نلاحظ هذه الصور المباشرة، إذا على الأغلب أن جثمان الشاب الشهيد هو الآن متواجد في هذه المركبة الإسرائيلية، مركبة الإسعاف الإسرائيلية التي تظهر في هذه الشاشة الآن. وهنا نلاحظ هنا نلاحظ أيضا مركبة الإسعاف الفلسطينية، لا ندري إذا كان هناك تسليم للجثمان أم لا، لغاية اللحظة الأمور غير واضحة. إذن هذا الشاب كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه حاول تنفيذ عملية طعن في هذا السياق، نأخذ الآن نحاول أن نصل إذا كان بالفعل سيتم تسليم الجثمان أم لا، على الأغلب لم يتم التسليم، لا ندري إذا كان هناك إبلاغ. نلاحظ مركبة الإسعاف الفلسطينية تتبعها أيضا أو تتبع المركبة الإسعاف الإسرائيلية التي خرجت من هذا الموقع جبل الريسان شمال غرب مدينة رام الله في محاولة على الأغلب لتسليم جثمانه أم لا، هذا قرار بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش ما زال يغلق هذه المنطقة كما نلاحظ الآن، جبل الريسان الذي يمنع على الفلسطينيين وتم الاستيلاء عليه هنا. نلاحظ أيضا بأنه على الأغلب أنه تم قتل هذا الشاب برصاص أحد المستوطنين كما يظهر مقطع مصور نشر في هذا الموقع، ويمنع كما نلاحظ جنود جيش الاحتلال أن يصل حتى أهالي هذه البلدة، وأي تفاصيل أخرى لا تتوفر في هذا الموقع الذي نتواجد فيه.
منطقة جبل الريسان تعرض فيها أصلا كان أيضا شاب لإطلاق نار واستشهد، وهو الشهيد الثاني بعد سيطرة جيش الاحتلال منذ أشهر قليلة فقط على هذا الجبل وهذه المنطقة الاستراتيجية التي تقع كما ذكرنا ما بين بلدتي كفر نعمة ورأس كركر في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رام الله. لغاية اللحظة الجثمان محتجز لهذا الشاب، اللحظات الأخيرة لا أحد يعرف ما الذي حصل معه، ولغاية اللحظة أيضا كما نلاحظ جيش الاحتلال يقوم بإغلاق هذه المنطقة بشكل تام. خرجت مركبة إسعاف كما شاهدنا في الصورة إسرائيلية على الأغلب أنها تحمل الجثمان، ومركبة إسعاف فلسطينية تبعتها. الارتباط الفلسطيني بلغ بأن الشاب هو طارق معالي يبلغ من عمر 42 عاما وهو منطقة كفر نعمة، ولغاية اللحظة جثمان ومحتجز. هذه آخر التفاصيل كما لاحظناها بشكل مباشر من المنطقة الشمالية الغربية من رام الله. شكرا لك مراسلنا فادي العصا من رام الله.